هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي، وحاول تشترك في القناة كبير لأن الملخص سيكون خطير، وكمان لو شفت الفيديو الأخير هتدعمنا وتقول انتوا أساطير، ولو مش متابعنا انت أكيد فايتك كتير. الفيلم بيبدأ بقط بري في غابة مخيفة شوية وبياكل رجل واحد ميت، لكن طلع في قط بشري اسمه إيلاي مستنيه عشان يصطاده وظرفه بالسهم ده وفشخه. طبعا هو اصطاده عشان ياكله، الله يقرفه يعني، لكن للضرورة أحكام، بس الله يعرفه برضو يعني مفيش فيها اختلاف، دي هو الله يعرفه. وخد القط ومشي في طريقه اللي نادر لو قابلت بشري فيه، ودي كانت البداية البسيطة لفيلمنا الجميل اللطيف الخفيف. وإلي فضل يمشي في طرق فاضية وعربيات كتير متدمرة، من الواضح ان المدينة مهجورة، لحد ما وصل لبيت ودخل يفتشه جايز يلاقي اي حاجة تتاكل جنب القط اللي اصطاده او يلاقي مية تتشرب، لكن ما بيلاقيش حاجة وبيحس ان في حد في البيت، فبيفتح باب كده وموجود في البيت وشاف واحد بيتمرجح، فقرروا ان يستفيد منه بما انه بيتمرجح يعني، فخد الجزمة بتاعته اللي هو انت ميت يا زميلي ومش هتحتاجها لكن تلزمني والله، وبعد ما قلعها له خدها ولبسها والجزمه تحس انها جديده. وبالليل شوى القط، ما هو لازم المام بقى اهم حاجه، وكمان حط تحته حاجه عشان تجمع الزيت او الدهون اللي هتنزل منه. فكرني بنكته البغبغان اللي دخل بيت واحد بخيل، بس مش هقول لكم عليها. ابو تقل دم امك، محبوش الواد ده. المهم وجهز اسلحته ونظفها، وكان معاه منديل مبلل من كنتاكي وغسل نفسه بيه اللي هو انا كده استحميت، ومعاه جهاز ام بي 3 والاخير من نوعه، وشغله وفضل يسمع بيه اغاني شويه، وبعدها طلع الكتاب قعد يقراه ونام. ولما صحي الصبح كانت بطاريه الام بي 3 فضيت، فكمل طريقه وقابل واحده بتطلب اي حد يلحقها، ولما شافته قالت له ما تاذنيش وخد اي حاجه انت محتاجها، لكن كل ده طلع كمين بتاع قطاع طرق، وهو بما انه صايع ومدقدق عرف وقال للرجاله المستخبيه تطلع، وفعلا طلعوا كانوا سته. بيحط واحده تستدرج الزبون وهم اصطادوا، والجماعه دول بقى اكلين لحوم البشر، زي ما سمعتوا كده هم اكلين لحوم البشر. المهم في واحد منهم بيخبط إلي في كتفه كده وبيقول له يعني ابب اللي معاك، وإلي بيقول له ايدك دي للاكل ولو اتمدت عليا تاني مش هترجع، لكن الراجل ده شاف انهم اكتر منه هيضربوه بقى وكده، فما خافش منه وحب يرفع ايده تاني لكن ما وصلتش ولا حتى رجعت، واتصدم وقال لاصحابه انتوا مستنيين ايه؟ بوسوه. فاستغربوا ايه بوسوه دي يا عم انت؟ وإلي قال لهم لا ده تاثير الصدمه بس، هو يقصد اقتلوه. وفي واحد منهم بيشغل منشار كهرباء، لكن ده اللي حصل لهم. وبعد ما خلص منهم رجع للراجل اللي ايده ما رجعتش وقال له انا قلت لك، والراجل قال له حصل عداك العيب، وإلي قتل وساب البنت ومشي، وفي طريقه قابل مجموعه قطاع طرق تانيين لكن ما شافوهوش، وقتل واحد ومراته وهو كان بيتفرج عليهم وبيقول لنفسه ما تتدخلش الموضوع ما يخصكش. والجماعه دول خدوا حاجه من الناس اللي قتلوهم ومشي، وإلي كمل طريقه لحد ما وصل مدينه مليانه بشر، ودي حاجه نادره، وفي ناس بتحرس المكان وكلهم عارفين بعض لان كلهم بداوا يبصوا لإلي بصات غريبه اللي هو يعني في غريب دخل في وسطهم. ودخل محل لكن الراجل رفع عليه سلاح وقال له انا ما اعرفكش مش مرحب بالغرباء هنا، لكن إلي بسرعه خد منه السلاح ووجهه ناحيته وقال له انا مش محتاج اقتلك، واداله السلاح تاني. وبيكون من الواضح انهم خايفين من الغرباء لان اغلبهم اكلوا لحوم البشر، وبيبان على اطرافهم لو بترتجف لان لحم البشر من الواضح انه بيبوظ الاعصاب. المهم وبيطلب منه يشحن له الام بي 3، وصاحب المكان بيقول له ماله، ودفع له ورقه منديل مبلل وولعها ثمن الشحن. والجماعه قطاع الطرق وصلوا لنفس المدينه وطلعوا للقائد بتاعهم اللي اسمه كارينجي، وادوا له الحاجات اللي خدوها من الاثنين اللي قتلوهم، وطلعت كتب. متخيلين في اتنين ماتوا عشان الكتب؟ وده لانه هو اللي امرهم انهم يجمعوا له الكتب اللي هيقابلوها، وده لان في كتاب معين هو محتاجه لكن ما لقاهوش في وسط الكتب دي وقال لهم كملوا بحثكم. وإلي بيروح يطلب كاسين ميه وبيشتريهم مقابل شويه حاجات كتير كده، وده لان الميه بقت نادره قوي يعني في الوجود في اليومين بتوعهم دول. وفي قطه بتيجي جنب شنطته وبعدها بايده، وفي واحد من قطاع الطرق اللي قابلهم راح له وقال له القطه دي تبعي، تبعي يعني بتاعتي، وانت زقتها بايدك. وإلي اعتذر له لكن الراجل ده شكله جاي في خناقه، وبيقول له انت بتعتذر لي بعد ما خدشت حياه قطتي؟ وإلي بيقول له اوعدك مش هعمل كده تاني ومش عاوز مشاكل، والراجل بيقول له خساره لانك هتقابل مشاكل، وده اللي إلي عمله فيه. ولما بيخلص من البتاع ده وبيجي ياخد حاجته وبيخرج من المكان، بيلاقي اصحابه وقفوا قدامه اللي هو انت يومك اسود النهارده ومش هتطلع من هنا، فبيسيب شنطته وبيشمر كمه وبيقول لهم ملعون البطن اللي ولدتكم عشان تقرفوني، وطلع سيفه وطير اول رقبه. الله الله الله، طير اول رقبه والثانيه والثانيه طارت، الله عليك يا واد يا فنان، والثالثه طارت، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لكن فجأة ريدريج الحارس الشخصي بتاع القائد بتاعهم ظهر ورفع سلاحه غير أسلحة تانية كتير، والقائد قال لهم عاوزه عايش وقابله، وقال له عاوزك تشتغل معايا لأن شكلك عجبني وأنت بتلعب بولينج بأدمغتهم، أنا ما أعرفش أنت اتعلمت المهارات دي فين لكن أعرف أنا أستغلها إزاي. لكن إلي بيرفض وبيقول له إنه محتاج يوصل للغرب، وكارينجي بيقول له على الأقل استريح النهاردة عندنا وبكرة قرر، وجهزوا له مكان ينام فيه غير المياه النظيفة ودي حاجة نادرة طبعا زي ما قلت لكم. هي والاكل. والاخ كارينجي عشان يقنع إلي بانه يقعد قرر انه يبعت له سولارا، ودي بنت مراته، ومراته اتحايلت عليه شويه عشان ما يعملش كده لكن ولا الهوى، وبعتها برضه. ولما حته السكره دي دخلت على إلي رفضها وقال لها تطلع من اوضته. حد زعل بني ادم زي دي؟
فالله 2 فولت وتنور. لكن قالت له لو طلعتني هيأذي امي، انا هنام على الارض والصبح همشي. وإلي وافق وقعدت جنبه وشافت الكتاب اللي معاه كان مخبيه تحت البطانيه، وخده بسرعه وخباه في شنطته وقال لها ما تتكلميش عنه تاني. وبعدها سالها انتوا بتجيبوا الميه منين، فقالت له لو كلمتني عن الكتاب هكلمك عن الميه. وسالها انت جعانه، فسكتت شويه فعرف انها جعانه، وقال لها في هنا اكل ممكن اقسمه علينا. وقبل ما تاكل مسك ايدها وقال لها يعني ايه استني نقول شويه الكلام اللي هما نستفتح الاكل. وفعلا مسك ايدها وقعد يقول شويه كلام كده. وتاني يوم راحت لامها وهي فرحانه وقالت لها هاتي ايدك، وقالت نفس الكلام اللي ايلاي قاله قبل الاكل. وكارنجي سمع الكلام وعرف ان ايلاي حافظ الكلام ده من الكتاب اللي هو محتاجه، وطلب من سولاره توصف له شكل الكتاب اللي معاه لكن رفضت. ولما ضرب امها قالت له فجمع رجالته بسرعه وراحوا لقطه عشان ياخدوا منه الكتاب، لكن كان مشي وراح ياخد الام بي 3 بتاعه. ولما خرج لقى كارنجي ورجاله كتير مستنينه بره، وطلب منه الكتاب وايلاي رفض يديهوله وساله انت عاوزه ليه. وكارنجي قال له لاني كبرت على القواعد بتاعته وعاوز اعلم الناس التعليم الصح عشان اساعدهم، ومش هقدر اعمل كده بدون الكتاب طبعا. وبيقول له انا عملت حاجات مش لطيفه عشان ابني المكان ده، لكن لو الكتاب والكلمات بتاعته كانت معايا اكيد ما كنتش عملت الحاجات اللي مش لطيفه اللي انا عملتها عشان ابني المكان ده. وإلي ولد كانه سمع حاجه واتضهم ظهره ومشي. وكارنجي امر ريدريك ورجالته يقتلوه، وريدريك ضرب عليه طلقه لكن ما جاتش فيه، والطلقه الثانيه جت في الجاكيت بتاعه وردت شغل سحر بقى. وكلهم بداوا يضربوا عليه لكن إلي قتل كام واحد منهم وصاب كارنجي بطلقه في رجله. وبعدها الرجاله كلها هربت، الرجاله ماتت في الحرب يا معلم. وإلي وقف قدام ريدريك، وريدريك ما ضربش علي تاني وسابه يمشي. وحته البسبوسه دي بقى شافته وهو ماشي وراحت وراه بدون ما يشوفها، لكن حس بيها وقال لها ما بحبش حد يمشي ورايا، فقالت له عاوزه اجي معاك. وقال لها صدقيني مش هتحبي كده، وقالت له ان امها قالت لها انها هتكون في امان اكتر وانا معاك، لكن برضه كان مصمم انه يرفض ياخدها. فقالت له يعني بص هقول لك تاخد ميه منين ومقابل انك تخليني معاك. ووقف كده وسكت اللي هو يعني ايه موافق، وخدته عند كهف مليان ميه ملك الكارنجي وخد اللي محتاجه وخرج. وقال لها ايه ده نسيت نضارتي جوه، ولما دخلت قفل الباب عليها وقال لها ايه مع نفسك بقى. فقالت انت طلعت نصاب ولا ايه، هو احنا مش اتفقنا؟ قال لها لا انت قلتي هتعرفيني مقابل ان انت تمشي معايا وانا ما وافقتش، بس انت خدتني المكان المايه وكتر خيرك فانا مش مضطر ان اخدك معايا، يبقى انا كده ما طلعتش كذاب. لا نصح يالا. المهم وقال لها وكمان مش هتحب المشي في الشوارع بره لان الموضوع ده خطر، وسابها ومشي. وكارنجي بيقول لريدريج انه عاوز الكتاب ده باي طريقه، وريدريج قال له ماله لكن مقابل الكتاب انا عاوز سولاره. وكارنجي وافق وجمعوا رجالتهم وشغلوا عربياتهم وطلعوا يدوروا عليه ومشوا في اتجاه الغرب لان إلي قال لهم انه يروح الغرب. وسولاره بطريقه ما انا ما اعرفهاش بصراحه هي عرفت تخرج من الكهف وماشيه في طريقها، لكن قابلت واحده بتستنجد باي حد، ولما شافت ان اللي هيساعدها بنت فضلت تقول لها ربي، لكن سولاره ما فهمتش انه فخ غير متاخر، وللاسف مسكوها وضربوها وعذبوها وكانوا هيغتصبوها، لكن في واحد منهم اتخرم في مكان وحش اللي هو اي، والتاني خد سهم في رقبته وطلع إلي اللي انقذها وخدها في طريقه. وبالليل بتساله انت فعلا بتقرا الكتاب ده كل يوم؟ فقال لها اه. طب ممكن تقرا لي شويه؟ فقال لها اه. وقفل الكتاب وقعد يقول لها كلام من الكتاب بدون ما يبص فيه لانه حافظ الكتاب. وسالته تقصد ايه بانه مش مجرد كتاب، فقال لها ان ده الاخير من نوعه لان بعد ما الحرب خلصت الناس بدات تدمر كل حاجه النار ما دمرتهاش، وانا لحقته قبل ما يتدمر. وسالته ازاي لقيته، فقال لها لما الحرب حصلت وكل حاجه اتدمرت وكان كل واحد نفسه يلاقي مكان يستخبى فيه، انا جالي صوت من جوايا يكلمني وكنت سامعه زي ما انا سامعك كده، والصوت ده هو اللي عرفني مكان الكتاب وقال لي اخد الكتاب باتجاه الغرب، وكمان قال لي ان محدش هيأذيني لحد ما وصل الكتاب للمكان الامن، ومن وقتها وانا ماشي باتجاه الغرب. وبعد ما خلصوا كلام ناموا. وتاني يوم الجماعه دول لسه بيدوروا عليهم لكن لسه ما وصلوش ليهم. وإلي قابل في طريقه بيت وعليه يافطه ممنوع الدخول، ولما وصل عند الباب وحاول يفتحه وقعوا في حفره تحتهم، وظهر راجل ومراته وقال لهم بتعملوا ايه هنا، وكان مستعد يصفيهم لكن مراته قالت له دول شكلهم كويسين وسمحوا لهم يدخلوا بيتهم، وكمان عزموهم على شاي. وبعد كده الراجل خدهم ورا البيت ووراهم شويه قبور كتير كده الناس حاولوا يهجموا عليهم، طبعا لما قتلوهم دفنوهم من باب الاخلاق، لا محترمين قوي. وإلي قال لسولاره انهم كانوا الناس دي وده لان باين عليهم ان اطرافهم بترتجف، وعشان كده قرروا يخلعوا بنفسهم بدل ما يبقوا وجبه. لكن لما خرجوا شافوا كارنجي ومعاه جيش رايح ناحيتهم فدخلوا تاني، والراجل اداهم اسلحه يدافعوا عن نفسهم بيها، وكارنجي طلب منه يسلموا الكتاب وسولاره، لكن إلي رفض وبدات معركه. وبعد شويه طحن وناس تضرب من هنا وناس تضرب من هنا، ريدريك ضرب عليهم ار بي جي وقتل الست الكبيره، وبعدها طلعوا متعدد معرفش جابوه منين وقتلوا جوزها. يلا عشتوا مع بعض ومتوا مع بعض، مفيش احسن من كده. وهجموا على البيت وطلعوا إلي وسولاره بره البيت لكن ما لقوش معاه الكتاب، وكارنجي هدده انه يقتله لو ما قالش مكان الكتاب ورفض يقوله، فهدده بقتل سولاره فقال له على المكان، ولما خد الكتاب ضربه طلق بس سولاره اصيله وما سكتتش، خنقت سواق العربيه اللي هي فيها والعربيه اتقلبت، وبقى العربيات رجعت لها فخدت قنبله من العربيه ورمتها تحتهم، وفي عربيه تانية اتفجرت باللي فيها وركبت عربيه. وقبل ما تهرب بيها ريدريج مسك ايدها لكن كان مصاب بسكينه فلقى نصين، ولما طلعها من بطنه خرج من العربيه ومات وهي هربت. وكارنجي ما راحش وراها لانه ما معهوش بنزين كفايه وسابها ورجع لمدينته،
وهي بتروح لقلاي لكن ما بتلاقيهوش فبتكمل في الطريق جايز تلاقيه وبتلاقيه فعلا لكن خلصان وبرضه راح للغرب وبتديله ميه وبتركبه العربيه وبتمشي في اتجاه الغرب وبتعتذر له وبتقول له كل ده كان غلطتي من الاول وبتقول له ما كنتش اعتقد انك هتتخلى عن الكتابه عشاني لانه مهم قوي بالنسبه لك فقال لها بقى لي اكتر من 30 سنه شايله وكل يوم بقراه فتعلقت بيه وعشان اخليه في امان نسيت التعليمات بتاعته هي اني اهتم بالناس اكتر ما بهتم بنفسي وكملوا مشيهم لحد ما وصلوا الكوبري متدمر وتحته ميه ومن الواضح ان المكان اللي هم عاوزينه في نص الميه دي وركبوا مركب ومشوا بيه لحد ما وصلوا الحارس وقفهم وإلي قال له انه مشي طريق طويل عشان يسلمهم النسخه الاخيره من كتاب الملك جيمس فسمحوا لهم يخشوا في واحد قاعد يفرجهم على الكتب المتجمعه في المكان ده وفي نفس الوقت كارينجي وصل لمدينته عرف يفتح قفل الكتاب لكن لا اكتب للنزه والاحتياجات الخاصه وما عرفش يقراه وإلي بدا يمليهم الكتاب عشان يقروا في ورق لانه حافظه من كتر ما قراه وفي ناس هجمت على اماكن كارينجي لان اغلب رجالته ماتت وما عادش معاه رجاله تحميه وإلي حلق دقنه وشعره وحالته حلوه ولسه بيمليهم الكتاب ومن الواضح انهم كتبوا ورق كتير لحد ما خلصوا وبعدها مات يا سلام انت كنت مستني تخلص الكتاب وبعدها تموت وفي واحد بيقول له سولارا مش لازم تمشي وتقدر تقعدي معانا وهتكوني في امان فقالت له شكرا لكن في حاجه المفروض اعملها وخدت سيف وشنطه إلي وكمان الامبسري بتاعه ومشيت في طريقها وقال لها هتروحي فين وقالت له هروح البيت والكتاب ده كان بيجمع فيه كل الاديان القران الكريم والانجيل والتوراه وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس واللايك الجميل وكمان برضو ما تنسوش تخشوا على القناه الجديده بتاعت انمي في كلمه ونص وتدوسوا اشتراك برضو وتفعلوا زر الجرس وتدوها اللايك الجميل.